الدعاء له آداب عظيمة، فمنها أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى في دعائه، ومنها أن يثني على الله جل وعلا، فهو يسأل ملك الملوك فليقدم بين يدي دعائه ثناء على الله سبحانه وتعالى، وليحرص على طيب طعامه، وكذلك أن لا يستعجل في إجابة الدعاء، وأن يكون على يقين بإجابة دعائه.